السلام عليكم تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي، أتمنى أن تكونوا بألف خير. لي زيلاف دو سانكيام اني بريمير جيسبيغ كو فوزالي بيان. أتيتكم اليوم بوضعية إدماجية تتحدث عن مهنة الشرطي لو بوليسي، دائما مع المشروع الثالث بروجي نيميرو 3 كاسكون كاتاستروف ناتوريل سيكونس نيميرو 1 كون جو سوري غران. إذا لنبدأ أون كومونس، نبدأ أولا قلنا بالعنوان لو تيتر سي لو بوليسي الشرطي. Quand je serai grand, je serai un policier. عندما أكبر سأصبح شرطيا. دائما هذه الجملة قلنا تحتفظوا بها، تستعملوها لجميع المهن إلى صدفكم في الاختبار، سواء le médecin الطبيب أو l'infirmier الممرض أو le soldat. Donc quand je serai grand, je serai un médecin. Quand je serai grand, je serai un infirmier. Donc il est quand هنا تلميذه تكتب في الفقره quand je serai grande زيد الاو تاع الفيمينه je serai un policier. نواصل je travaillerai dans le commissariat. سأعمل في مركز الشرطه. هنا تذكروا مكان العمل، مثلا إذا كانت مهنة الطبيب مكان العمل هو المستشفى لوبيتال. دونك هنايا الشرطي جو ترافايوري دون لو كوميساريا. الآن ننتقلوا للوسائل التي يستعملها الشرطي لي زوتي. جوتيليزغا ان يونيفورم بلو، سأستعمل بدلة زرقاء uniforme bleu, une arme, silah, des menottes, asdaf, et un sifflet, wa safer. Je réglerai hnaya les fonctions policières, mehem al-shorti. Je réglerai la circulation. Ça on a des mots harakat al-morur. J'arrêterai les voleurs. سأوقف هنايا السارق السراق. جيدري لي جون ا ترافيرسي لا روت. سأساعد الناس في قطع الطريق. اي جو بروتيجري لي سيتويان. وسأحمي المواطن. كال بيل باردون كال بو ميتي. يا لها من مهنة جميلة. هذه كذلك في الخاتمة في جميع المهن تقدر تكتبها كال بو ميتي. صرفنا الافعال تصرفوهم في الفيوتور سامبل، يطلبوا منكم باش تصرفوا الافعال في زمن المستقبل. دونك كاين ليك الافعال اوتيليزغي ريغلوري اريتري ايدري بروتيجري، وتستعملوا الضمير الضمير انا لو برونون بيرسونيل جو. دونك جو ريبيت لو بوليسي كون جو سوري غران جو سوري ان بوليسي. Je travaillerai dans le commissariat. J'utiliserai un uniforme bleu, une arme, des menottes et un sifflet. Je réglerai la circulation et j'arrêterai les voleurs. J'aiderai les gens à traverser la route et je protégerai les citoyens. Quel beau métier! إذن انتهينا. حظ موفق لجميع التلاميذ في الاختبارات. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. مع السلامة.